إذا كنت من الناس اللي بعد الأكل بتحس بالتخمة وما بتحس بالفعل بالشبع وبيصيبك الخمول والإرهاق، فأنت من الناس اللي ممكن يكون عندنا السكر في الدم عالي. السكر في الدم عالي هو نتيجة الأكل اللي إحنا بنتناوله من النشويات والسكريات والنشويات البسيطة في وجبتنا. هذا الأمر بيؤدي عنا لما يسمى بمقاومة الإنسولين. مقاومة الإنسولين هي إنه الجسم بيصير عنده مقاومة لكميات الإنسولين المفرزة من البنكرياس. البنكرياس في لحظة ما بيكون في عنا كميات سكر عالية في الدم، هذا الأمر بيؤدي لتلف المستقبلات تاعت السكر على الخلايا. المستقبلات تاعت السكر على الخلايا هي اللي بتساعد لتدخل المغذيات والسكر يلي احنا بنتناوله من اكلنا لداخل الخلايا. في حال عنا السكر في الدم بكميات اللي هي عالية، هذا بيؤدي لتلف هاي المستقبلات وبتتقل مع الوقت لتوصل للربع او اقل من هيك. هذا الامر بيؤدي لانه عنا السكر بيبقى في الدم وبيكون صعب عليه انه يدخل على الخلايا، فبالتالي البنكرياس بيصير يشتغل بشكل اللي هو اكبر، يفرز كميات انسولين اكبر على اساس يساعد انه يدخلها بشكل افضل للخلايا. ممكن يوصل لكميات اللي هي اكثر من 5 لـ7 مرات على اساس يحاول يدخل السكر هذا على الدم. ولكن لما عندنا مستقبلات السكر اللي على الخلايا بتكون اقل، حتى لو عندي كميات الانسولين اعلى، هذا ما بيساعدني اني ادخل الانسولين على الخلايا بشكل اللي هو افضل. لهيك السكر بيبقى في الدم، هذا الامر هو يلي بيخلينا نكون مرهقين جدا بعد الاكل، وهذا هو الامر يلي بيخلينا ما نكون شبعانين. وبالفعل عنا الاكتفاء من الوجبة اللي احنا اكلناها، لانه السكر بقي بالدم وما دخل للخلايا وما دخل للمخ يلي الغذاء الاساسي والرئيسي للدماغ هو السكر. اذا السكر ما وصل للدماغ فاحنا منحس بهذا الارهاق والخمول والتعب بعد الوجبة بالذات. إذا عنا واحدة من هاي المؤشرات فإحنا ممكن نكون عرضة لما يسمى الميتابوليك سيندروم أو متلازمة الأيض، اللي هي حسب الطب تعرف ب إذا عنا 3 أمور من 5 يلي رح أذكرهن حالا. إذا إحنا عنا أول شغلة ضغط دم مرتفع، الشغلة الثانية إذا في عنا محيط الخصر عالي. محيط الخصر إذا هو عند الرجال أكثر من 102، عند السيدات أكثر من 88. إذا إحنا عنا في صورة الدم 3 أمور مختلفة، أولاً السكر عنا عالي فوقي 100، عنا الدهون الثلاثية أو التريغليسرايد أعلى من 150، والأمر الثالث عنا الدهون الجيدة ما تسمى بالدهون الجيدة الـ HDL واطية في الدم تحتية 40. إذا عنا 3 أمور من هذول الـ5 فإحنا معرضين للإصابة بمتلازمة الأيض، يلي هي بتكون السبب الثاني على مستوى العالم بموت الفجائي للأشخاص نتيجة السكري وأمراض القلب. في حال عنا متلازمة الأيض أو مقاومة الإنسولين فإحنا بنكون عرضة لعدة أمور، أولهم التهابات عالية في كل الجسم، ثانيا في عنا الكبد الدهني، ثالثا في عنا تكيسات مبايض، رابعا في عنا الهوموتسيستين وهو المؤشر لأمراض القلب بيكون عالي، وهو اللي بيبين قبل ما يكون في عنا تجلطات وأمراض قلبية. خامساً بيكون عنا اليوريك أسيد عالي. كل هذول الأمور هن أمور يلي بينتجوا عن سكر عالي في الدم. سكر عالي في الدم هو نتيجة الأكل فقط ونمط الحياة.
السكر العالي اللي احنا موجود في اكلنا هو نتيجة الكربوهيدرات اللي احنا موجودة في اكلنا، نتيجة السكريات العالية او عدد الوجبات الكبيرة اللي احنا بنتناولها. اذا اكلنا بيعتمد على النشويات البسيطة مثل الرز، المعكرونة، السكريات بانواعها، الاكل المصنع والمعلب وكل الصوصات اللي بتنباع في المحلات، احنا عرضة لنكون في هذا الوضع. بالاضافة لاذا احنا من الاشخاص يلي وجباتنا كبيرة، فحتى لو بنحاول ان ننزل في الوزن ما في تأثير، ما نستطيع ان بالفعل ننزل في الوزن لانه في عنا سكر اللي هو عالي. اذا ما غيرنا في نمط حياتنا واكلنا وتركيبة أكلنا، فإحنا رح يكون عنا صعب جداً إن نكسر هذه الدائرة وبالفعل نبلش ننزل في الوزن ونبلش نشوف تغيير على صحتنا. الحلول ممكن تكون أولاً في إن إحنا نغير في تركيبة صحنا، نضيف الخضار بشكل يومي لوجباتنا والخضروات الورقية بالذات تكون في كميات اللي هي كبيرة. احنا بنحكي عن كميات اللي هي 7 لـ 8 أكواب من السلطة يوميا. تاني ان نضيف البذور لحياتنا لانها بتحتوي ايضا على الالياف يلي بتساعدنا ان نتخلص اكتر من السكر وبتسهل لنا الهضم. البذور مثل بذور الكتان، بذور الشيا، وبذور السمسم، بذور القرع، وبذور دوار الشمس، هدول مهمين ان ناخذ منهم يوميا 2 معلقة كخلطة اللي يساعدونا ان ندخل الياف فيهن اكثر لجسدنا. الثالثة اللي ممكن تساعدنا هي اضافة عنصر الزنك يلي بيساعدنا ننزل السكر في الدم، ولكن الزنك فيه خطورة معينة لانه احنا اذا ما عادلنا معه معدل النحاس فالزنك بيتغلب عليه وهيك الجسم بيدخل لنقص كمان في معدن الزنك. معدن الكروميوم هو واحد من المعادن يلي جدا مهم انه يساعدنا في ان ندخل السكر ويعملنا حساسية للانسولين اكثر في الدم. بالاضافة لهيك ممكن ان احنا نستعمل القرفة الموجودة عندنا في البيت كمساعد وعامل مساعد لزيادة حساسية الانسولين بان نشرب 2 لـ 3 أكواب يوميا من ماء القرفة، بيساعدنا ان نرفع حساسية الانسولين في الجسم وبالتالي نكسر مقاومة الانسولين. في حال احنا ما نزلنا 5 لـ 10% من وزننا وعملنا رياضة بشكل مستمر، وهذا الاشي رح يكون نمط حياة وللأسف ما رح يكون اشي اللي بينفع انه نرجع على الوضع السابق ونكمل فيه على الاقل 3 لـ 6 أشهر لنشوف النتائج، رح يكون صعب انه نتخلص من هذا الوضع.